طبعا المنتخب المغربي الشقيق النهارده ومباراه دوليه تانية ان شاء الله وديه مع بيرو في ملعب متروبوليتانو في اسبانيا. نتمنى طبعا كل التوفيق والنجاح للمنتخب المغربي اللي ابهرنا طبعا بالمستوى الاخير والنتائج الجميله اللي عملها بدايه بكاس العالم ثم بالفوز على البرازيل وتسطير تاريخ ويسطر تاريخ كبير وتاريخ جديد للكره المغربيه والكره العربيه. فاحنا يهمنا كعرب ان المنتخب المغربي يظل فوق في القمه، وزي ما بيقولوا الوصول الى القمه سهل لكن الحفاظ عليها صعب. فنتمنى ان الكره المغربيه دايما في القمه ودايما من احسن لاحسن ودايما في تطور مستمر وانتصار، لان ده شرف لينا كلنا كعرب وحاجه تفرحنا ان المنتخب المغربي مركز رابع عالميا في كاس العالم الاخير، وانه كمان مش كده ان طول ما هو كبير احنا بيعلينا، يعني احنا يهمنا انه يفضل فوق وياخدنا معاه ان شاء الله، لان هو دلوقتي الفخر لينا كعرب. وربنا يوفق المنتخب المغربي. وبشكر قبل ما ادخل في التفاصيل بشكر كل الشعب المغربي الشقيق المحترم العظيم الجميل الحلو اللي كان عملت الفيديو اللي على عشان منتخب البرازيل، طبعا نتيجه منتخب البرازيل وانتصار اسود الاطلسي على المنتخب البرازيلي وتسطير تاريخ جديد. وكل يوم ما شاء الله نمسك الخشب ما شاء الله تبارك الرحمن ان المنتخب المغربي من الانتصار لانتصار ومن عهد لعهد ومن احسن لاحسن، وده حاجه نتمناها دايما ان الكره المغربيه دايما تبقى في السماء فوق كده وكلنا عاملين عليها كده، لان هي دي الكره المغربيه الجميله. وطبعا يستاهلوا كل خير كتيبه وليد الركراكي وطبعا بونو حكيمي زياش بوفال وناحي الكوكبه الجميله والتشكيله الحلوه قوي اللي ابهرتنا ولا زالت تبهرنا بالنتائج الجميله. فبشكر تعليقات ما اجملها وصلت لي طبعا على الفيديو، فانا بشكرهم ولو قعدت اشكركم من هنا لبكره مش هوفيكم. كل الشكر لكم على دعمكم ليا، وانكم والله القناه حلوت بوجودكم والقناه حلوت بتعليقاتكم، وانا بشكركم جدا جدا جدا، لانه بس لا شكر على واجب، ده حق ليكم وانا ما بقولش غير الحق، بالعكس انتوا تستاهلوا اكتر من كده. انا ما بتكلمش غير الحق لان الكره المغربيه في طفره كبيره جدا وفي نقله نوعيه نتمناها تستمر، وزي ما بقول الحفاظ على الايه الوصول الى القمه سهل لكن الوصول والاستمرار والاستقرار على القمه هو ده الاصعب، لكن ان شاء الله ما فيش حاجه تصعب على المنتخب المغربي. والمنتخب المغربي زي ما بنقول في خطه شكلها، وانا فرحان جدا طبعا عرفت الموقف اللي حصل مع عامل الفندق والعنصريه ضد المنتخب المغربي، بس نرجع نقول ايه وليد الركراكي باخلاق المغرب الجميله بالاخلاق العظيمه ورد فعله ان ديننا هو بنشوف اخلاقنا وننساه كاننا مش شايفين حاجه، السماحه والسباحه والاخلاق الجميله اخلاق المغرب والاخلاق لوليد الركراكي، وموقف عدى وموقف ما يستاهلش. وطبعا الموقف اللي حصل من عامل الفندق، وطبعا الرد حصل، وطبعا الشعب المغربي ما سكتش وطبعا دخل على حساب الفندق وعلى التعليقات وتقييمك للفندق، يعني قايمين بالواجب واحلى واجب، وطبعا مسانده ودعم للمنتخب المغربي الجميل، المنتخب المغربي اللي فعلا عمل كره حلوه قوي يا جماعه، حاجه فخر ونتمنى انه يستمر. انا واحد من الناس اتمنى اشوف المنتخب المغربي مش بقى المركز الرابع، لا عايزين المركز الاول. ودايما بقول ان المنتخب المغربي عمل حاجه ما عملوش اي منتخب قبله. ليه بقى؟ لانه وضح للناس ان ما فيش فروق، ان احنا زينا زي الناس دي، ان احنا زينا زي المنتخبات دي، كنا بنشوفهم كاننا يعني شايفين خلاص عملاق، بالعكس اللي عليه الاصبع عملاق هو المنتخب المغربي، واثبت ان اقصد الاطلسي مش كلام ولا مجرد لقب قد ما هم مقصود فعلا، ويستحقوا ان هم اللي هم فعلا فيه وهم ابطال بالفعل. ونتمنى المنتخب المغربي النهارده التجربه الوديه الثانيه مع بيرو استمرار مسلسل الانتصارات، استمرار مش كانتصار كوديه بس قد ما انك تطمن على الطريقه ان اللعيبه دايما تبقى حافظه مكانها، انك تاخد من المباراه اللي انت عايزه غير انه فوز معنوي، وقفتك في الملعب، انتشارك، شكلك، ثقتك بنفسك اللي انت عملتها، انك انت دايما تستمر في انك انت تلعب على الفوز والفوز بس، مش نسترخي بقى بعد ما وصلنا المرحله دي ويبدا، لا احنا عايزين المرحله دي من احسن الى احسن. فنتمنى النهارده ان شاء الله فوز المنتخب المغربي على بيرو ان شاء الله، واستمرارا لمسلسل الانتصارات والنتائج المبهره اللي عملها المنتخب المغربي في الفتره الاخيره نتمناها. وقال انا متاكد منه ان الاتحاد المغربي
ووليد الركراكي اكيد في خطه يا جماعه، لازم انك انت خلاص المنتخب المغربي بقى عليه مسؤوليه كبيره جدا، ولازم تفهموا الكلام ده، عليه مسؤوليه انه يحافظ على المكانه اللي وصل لها، فلازم الاتحاد يعمل كده، لازم في لعيبه مثلا الاعمار السنيه بدات تكبر، مين البدايل من دلوقتي نبدا نفكر في البدايل، مين الموجود، مين الخطوات، بحيث ان احنا نستمر دايما ما بقاش في دروب، احنا عايزين دايما نستمر للقمه ونستمر على القمه، والمنتخب المغربي عنده عناصر قويه جدا من الشباب والخبره والتكتيك والروح والبدنيه، وفرقه منظمه جدا الكره المغربيه بتعمل احلى كوره، اللي بيتفرج على الكره المغربيه قسما بالله احلى كوره، فنتمنى الفيديو دوت ان شاء الله هندخل نعمل فيديو تاني ان شاء الله بعد مباراه بيرو، هنحلل مباراه بيرو، بس الفيديو ده كان اكتر من شكرا للجاليه الشعب المغربي الجميل، الشعب المغربي العظيم، الشعب المغربي اللي على راسي من فوق، فهو الفيديو ده كان علشان اشكركم وعلشان نقول النهارده ان شاء الله نستعد لمباراه الاسود، اسود الاطلسي، اسود بجد، الاسود اللي اثبتت ان هي كل حاجه ما شاء الله، هي على القمه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والاستمراريه في الفوز، ولازم ندعم المنتخب المغربي، لان زي ما بقول المنتخب المغربي طول ما هو فوق احنا كمان فوق، لانه بيمثلنا كعرب، وربنا يوفق المغرب شعبا وقياده، وربنا يوفقكم، وشكرا بزاف على دعمكم ليا، وانا بحبكم من القلب والله، ويشهد الله، والسلام عليكم.